أحبتي في فترات سابقة أنه عندما نقتحم بحول الله مستويات 63-10 ستصبح مناطق ما بين 67 إلى 68 ريال من أهم المقاومات في سهم رعاية، لأنها تمثل سقف القناة. أي قناة؟ هيا ركزوا معايا الآن. القناة أحبتي هي هذه القناة اللي ما بين عام 2017 مروراً بقاع 2020 كورونا. لو أخذنا الخط الموازي ومررناه من القمة، وهذه هي القمة. يلاحظ الآن رعاية وبعد اقتحام 63-10 أصبح على مشارف المقاومة وسقف القناة ما بين 67 و68 ريال. 68 هي تأكيد في حالة الاختراق لتخطي السقف، وبكده يا شباب يكون السهم قد تحرر من قناة فرعية وقناة رئيسية. ما هي القناة الفرعية؟ القناة الفرعية شوفت عينكم اللي أسس منها السهم من عند متوسط 50 وطلع وكون له قناة صاعدة فرعية قادته الآن باقتحام الترند الهابط الرئيسي اللي ذكرناه قبل العيد وسميناه سهم العيدية بسبب أنه تخطى الترند 58 ريال، وقلنا 63-10 حيكون الهدف الأول. سجلوا رعاية ولم يستطع الإغلاق فوقه، هد فترة من الزمن ثم عاد فتخطى، وشهدنا هذا التخطي في الأسبوع الماضي وتفاعلنا كثيرا مع السهم وطلبنا منه يوصلنا لهنا، واليوم السهم جمل الله حاله على أعتاب هذا الرقم سجله، وبقي الريال ده أنت وحظك. إذا كانت في نية إن شاء الله لتخطي هذا المسار فهو اقتحام 68 وهي أول مقاومات فوق 67 ريال. وطبعا شارت زي كده ونحن في شهر يونيو جون طبعا من أقوى الإغلاقات الشهرية اللي ممكن تحصل إنه تشهد شمعة شهرية تقتحم القناة. ماذا سيفعل السهم لو تخطى هذه المستويات؟ كشفت 78 فيبو من موجة عام 2014 اللي هي قريب 71-70، وكشف قمة عام 2016 وكانت عند مستوى كما تلاحظون 73.25 على النظري، يعني يصبح الهدف ما بين 71-70 إلى 73 بشرط إنه يقتحم 68 ريال. طيب لو هد السهم طبيعي ما قدر يخترق، طيب فين أرجع أناور أنا؟ دائما أهم الدعم 63-10 على الشهري. طيب فين الدعم المضارب الأول 65 ريال على النظرية أو 64-90 القمة المخترقة لشهر مايو؟ هنا صار دعم أولي نسميه دعم مضارب، ثم 63 يصير دعم استراتيجي لأننا متخطين في منطقة الفيبو الرئيسي 63-10. نسأل الله أن يوفقنا ونشهد الشمن كحل الكبير بتخطي 68. ولو تراجع السهم أساسا بنلعب بالكميات، يا رب لك الحمد خففنا هنا ومسكنا الباقي وقلنا إن طلعنا أهلا وسهلا وإن نزلنا. ترى ما زالت نظرتنا العامة إيجابية قوية في سهم رعاية. أبعادها يا أخوان ليست بالبسيطة، فلو سحبت ترند من قاع الموجة في شهر إبريل مرورا بقاع الموجة في مطلع 2021 وسوينا قناة بهذا الشكل، ترى ممكن نروح إلى قمة عام 2014 كما فعل دلة وصل إلى 82 ريال قمة 2014، والآن 82.5 هي قمة رعاية وسقف القناة. لو السهم راح بهذا الشكل متخطيا 68 ثم 73 فنلاقي إنه الجبهة راح تنفتح بهذا الشكل. على العموم أتمنى إننا نفهم الآن المحطات الرئيسية حتى ندير الكفة بشكل احترافي بالكميات داخل هذه الموجة الصاعدة، واللي حابب يقعد
يتحمل ضغط، يتحمل بربسة، هو حر، سهمه ممتاز لأنه دائما فوق 63-10. لكن المضاربين اللي يلعبوا زي حكايتنا استراتيجيا بالكميات طبعا ما يضيعوا مقاومات، لأنه يقول لك ما تدري يمكن أرجع أنا أكسب الصفقة دي وأروح أناور في مناطق أكثر إغراء في حالة الضغط أو التهدئة. نسأل الله لملاك رعاية ولملاك جميع الأسهم كل التوفيق.